ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا دكتور احمد غالي مؤسس ومدير صيدليات غالي. قبل الفاصل دكتور كنا بنتكلم عن موضوع المناعه وموضوع كورونا والناس كلها بدات المناعه طول عمرها احنا عارفين الواد ياكل كويس وهو صغير عشان مناعته تبقى كويسه. بعد الكورونا لا الناس كبار وصغيرين بقى مهتمين لا انا عايز اقوي مناعتي. بالظبط. اقويها ليه؟ هو انت قويها ليه؟ مش حاجه اسمها قويها ليه، في حاجه اسمها يعني ايه هي المناعه الاولى؟ المناعه بمنتهى البساطه انا ديت اول وسيله دفاع للجسم. حلو. عشان الامراض المحيطه. خليني اقول لك ان احنا كمان الاسبوعين اللي فاتوا في الصيدليات فوجئنا بان كتير من الناس بيعانوا من البرد والكحه وبيخش لي يقول لي بنتي عيانه وابني عيان وحرارتي مرتفعه وانا تعديت من الولد. حلو. والموضوع لدرجه ان احنا في الاول خلص من اول اسبوعين افتكرنا ان الكورونا رجعت، بعدين ما طلعتش الكورونا ووزاره الصحه قالت لا ديت اللي هو حاجه اسمها الخلوي او الفيروس الخلوي. دوت نتيجه لنقص المناعه. طيب ليه المناعه بتنقص او ليه احنا يعني اكتشفنا مؤخرا في خلال السنتين اللي فاتوا اهميه المناعه؟ ما احنا في تلوث بقى يا دكتور، وفي تدخين وفي عوادم وفي حاجات. وخليني اقول لك ان احنا الجيل بتاعنا بقى، انا راجل عجوز شويه دفعه 2006، فالجيل بتاعنا ما كانش بيعتمد على الفاست فود قوي للاسف. كل الاجيال الموجوده حاليا معتمده على الفاست فود، وديت بيزود اللي هي نقول ايه اللي بيعمل حاجه اسمها اكسيديتيف ستريس عالي قوي. مع الاكسيديتيف ستريس اللي هو اللي هو الاجهاد المؤكسد. بالظبط. اه فدوت واحده من ضمن اسباب نقص المناعه. طب مع التدخين زي ما انت قلت، مع العوادم، مع التلوث، ويمكن حتى اخيرا كان موضوع قمه المناخ اللي بيتكلموا فيها بيقد لك قد ايه التلوث اللي زاد والكلام ده كله، وما اهتموش بقمه المناخ ولا غير لما لقوا المشاكل اللي طلعت لما ظهرت موضوع المناعه والكلام ده كله، فبدات الناس كلها تبدا تفهم يعني ايه مناعه. هو فكره مضادات الاكسده اللي بقت كل الناس ايه، انا عايزه مضاد اكسده. بالزبط. انا عايز مضاد اكسده. كنا زمان لما اول ما اتخرجنا كان فكره المضادات الاكسده بالنسبه لنا احنا كصيادله كانت مرتبطه بامراض الشيخوخه او امراض كبار السن. صح صح. خليني اقول لك بقى ان بعد الكورونا بقينا اكتشفنا لا ده في شباب زي الفل 20 و30 سنه اكتشفنا ان مناعتهم ضعيفه او متدمره. طبعا. يعني بسبب ايه؟ بسبب ان احنا اتفقنا عليه بقى الاسباب الكتيره جدا. فبدات الناس كلها على مستوى الاعمار كلها تاخد مضادات اكسده. ليه؟ عشان تقلل الاكسيديتيف ستريس وتبدا تزود بالتبعيه المناعه بتاعتك، قوه الجسم ان هي تحافظ على الخلايا. هو في علاقه طرديه، كل ما زاد الاكسيديتيف ستريس كل ما المناعه قلت، وكل ما قلت زادت المناعه الاكسيديتيف ستريس او المعادله بتاعه الاكسيديتيف ستريس قلت. تمام. فبمنتهى البساطه يعني دور الكركم هنا بقى ايه بقى؟ احنا اتفقنا في الحلقه اللي قبلها في اول حلقه ان الكركم هو او الكركمين كماده فعاله هو على قائمه الانتي اوكسيدنت الناتشرال. ما حضرتك قلت لي في الاول هو احنا بنتكلم عن مضاد اكسده ومضاد التهاب وكمان بي دي ان اف. اه ليه فعلا هو اقوى مضاد اكسده، او مش عايزين نقول اقوى عشان ما نكبرش، عشان هم كتير كتير، من اقوى من اقوى مضادات الاكسده اللي موجوده كمواد طبيعيه موجوده في الجسم. حلو قوي. ف هو دوت بقى وظيفه الكركم ان هو بيزود المناعه، وعشان كده احنا دلوقتي اي ترخيص حتى لما بيلخصوا الكركمين في وزاره الصحه ك فود سبلمنت على طول بيترخص بسهوله، ان هم بقوا عارفين ان احنا محتاجين حاجه يعني نلحق بيها الشعب في الوقت الحالي. فهو دوت بمنتهى البساطه وظيفه الكركمين او المنتج اللي هو الكركميون. تمام. بالظبط، لان احنا اتفقنا ان هو اعلى تركيز كركم او كركمين في السوق 500 مللي جرام. يعني يخش في 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 ادويه المناعه. في ادويه المناعه. بالظبط. بروتوكولاتنا في الوقايه من الامراض اللي هي مختلفه حاليا. خليني اقول لك ان احنا لغايه فترات قريبه كنا معتقدين احنا حتى كصيادله فيتامين سي فقط. بعد كده دخلنا مع الزنك. طبعا. وبعد كده دخل، بس اكتشفنا بعد كده ما هو الفتره بتاعت الكورونا دي غيرت مفهومنا ونظرتنا للجسم كله. طبعا. خلتنا نبص لحاجه كنا بنشوفها بيمين بقينا نبص لها شمال، من ضمنها الكركمين. الكركمين ما حدش كان مديله اهميه غير لما غير لما فعلا بقى بدات موضوع المناعه من بعد الكورونا، وتفتح تلفزيون الكركمين كركمين. بالظبط. وتعمل له اغاني، فاحنا ده دي حاجه برضو مكمل غذائي او حتى فيتامين سي. طبعا. وبرضو الزنك هو مكمل غذائي، وكل المجموعه دي مكملات غذائيه. خليني اقول لك ان قبل فتره الكورونا
احنا كنا كصيادله كان حكايه الفيتامين سي ده بيتباع في الصيدليات او الزنك كان حاجه يعني ايه تتباع مع ادويه البرد. مع ادويه البرد واحد جاله بقى استحياء. الفترات الاخيره لا الدنيا اتغيرت بقى كل المواطن البسيط بقى فاهم يعني فيتامين سي, بقى فاهم يعني زنك, وحاليا الناس اللي بدات تقرا بقى وتخش على النت بقى فاهمين يعني كركمين. حلو قوي. لانه فاهمين يعني ايه انتي اوكسيد, يعني ايه حاجه هتزود المناعه بتاعتنا. يعني ايه انا دلوقتي عاوز اقوي المناعه بتاعتي عشان اعالج كتير من الامراض اللي بتواجهني, ومن ضمنها امراض الشيخوخه بشكل عام. اه ماشي بشكل عام. لا امراض الشيخوخه دي ده موال تاني وحلقه تانيه وقصه تانيه وموضوع كبير جدا, بس بقى تعزيز المناعه بقى مرتبط بانتي اوكسيدنت. حلو. وانتي اوكسيدنت بقت مرتبطه بالحاجات الموجوده على القائمه من ضمنها الكركمين.